عناوين الأخبار. غرفة الباحثين العقاريين تهدد بمقاضاة الإدارة العامة للتشريع الجبائي. بنك الإسكان يضع امتيازات على القروض السكنية لفائدة التونسيين بالخارج. فتح باب الترشحات لانتخابات نواب فروع المحكمة العقارية. فهمي شعبان يؤكد عدم تسجيل أي مبيعات للعقارات منذ بداية السنة. تنفيذ 4 قرارات هدم وإزالة ببنزرت. تطور عائدة السياحة التونسية إلى موفى مارس 2018. مشاركة أكثر من 100 عارض عقاري في صالون برو إيمو. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. تفاصيل الأخبار. غرفة الباحثين العقاريين تهدد بمقاضاة الإدارة العامة للتشريع الجبائي. صرح رئيس الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين فهمي شعبان بأن الغرفة تتوجه نحو مقاضاة الإدارة العامة للتشريع الجبائي بعد صدور المذكرة الإدارية التي تقضي بحرمان العقاريين من طرح الأداء على القيمة المضافة من المساكن المنجزة قبل 2018، واستنكر توظيف القيمة المضافة مرتين مما يجعل قيمة الأداءات تساوي ثلث ثمن المسكن وفق تعبيره، مؤكدا أن هذه المذكرة تتنافى مع ما جاء به الدستور والقانون. بنك الإسكان يضع امتيازات على القروض السكنية لفائدة التونسيين بالخارج. شارك بنك الإسكان في الصالون التونسي مسكن إكسبو الذي انتظم بباريس من 31 من مارس إلى 2 من أفريل الجاري، وقد وضع البنك على ذمة التونسيين المقيمين بفرنسا مجموعة من الامتيازات الهادفة إلى تشجيعهم وتمكينهم من الحصول على مسكن بشروط ميسرة، حيث أقر بنك الإسكان تخفيضاً بـ 0.25% على نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنية وبنسبة 50% على تكلفة دراسة ملف القرض لفائدة زائري المعرض. فتح باب الترشحات لانتخابات نواب فروع المحكمة العقارية. أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له عن فتح باب الترشح لانتخابات نواب فروع المحكمة العقارية بداية من الخميس 5 أفريل الجاري وإلى غاية الخميس 12 من نفس الشهر. كما أعلن أن عمليات فرز كافة أوراق التصويت والإعلان عن نواب فروع المحكمة العقارية بالهيئة الإدارية سيتم مساء الجمعة 20 أفريل الجاري بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس وتحت إشراف أعضاء المكتب التنفيذي. فهمي شعبان يؤكد عدم تسجيل أي مبيعات للعقارات منذ بداية السنة. أكد رئيس الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين فهمي شعبان في تصريح إعلامي أنه منذ بداية السنة الحالية إلى موفى شهر مارس لم يتم تسجيل أي بيوعات في المجال العقاري بالنسبة للشركات الخاصة أو العمومية على حد سواء. وأضاف أنه في لقاء مع محافظ البنك المركزي الجديد اقترحت الغرفة تسهيلات في القروض الخاصة بالمسكن من خلال تمديد مدة سداد القروض وتخفيض نسبة التمويل الذاتي. كما دعت الغرفة إلى التسهيل في منح رخصة الأجانب وإلغاء رخصة الوالي لما تحتاجه الدولة لتنمية موارد العملة الصعبة، مشيرة إلى عدة دول أوروبية شجعت على تمليك الأجانب في إطار سياسة تنموية للاقتصاد. تنفيذ 4 قرارات هدم وإزالة ببنزرت. تم يوم الأربعاء 4 أفريل الجاري تنفيذ 4 قرارات بلدية لهدم وإزالة بناءات فوضوية بمنزل جميل من ولاية بنزرت، وفق ما أفاد به رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية في تصريح إعلامي، وبيّن أن عمليات تنفيذ القرارات البلدية متواصلة وتشمل كل المناطق دون استثناء في إطار خطة الجهة الاستراتيجية التي تم وضعها تحت إشراف السلطة الجهوية وبتفاعل إيجابي وميداني من قبل كل الهياكل ذات العلاقة، وذلك بغاية التصدي لمعضلة البناء الفوضوية وإيقاف الاعتداءات الحاصلة على الملكين العمومي والخاص. تطور عائدة السياحة التونسية إلى موفى مارس 2018. تطورت عائدة السياحة التونسية إلى موفى مارس 2018 بنسبة 23% لتبلغ 457 مليون دينار،
مقابل 371 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2017 وفق معطيات لرئاسة الحكومة. كما شهد عدد الليالي المقضات زيادة مع تنامي نشاط السياحة الداخلية وارتفاع عدد الحجوزات في بداية سنة 2018. وتنتظر تونس خلال السنة الحالية استقبال 8 ملايين سائح مع ارتفاع معدلات الحجوزات من وجهات تقليدية وأخرى جديدة حسب تصريحات إعلامية لوزيرة السياحة سلمى اللومي. مشاركة أكثر من 100 عارض عقاري في صالون برو إيمو. شارك أكثر من 100 عارض مختص في البحث العقاري وخدمات البناء في الدورة السابعة لصالون الخدمات العقارية والمشاريع السكنية والأشغال التكميلية برو إيمو الذي أقيم من 4 إلى 8 من أفريل 2018 بمركز المعارض بحدائق المنزة. وقامت شركات البعث العقاري بعرض مشاريع سكن ذو جودة عالية ومساكن اجتماعية والمسكن الأول موزعة على عدة مناطق من بينها قرطاج، سكرة، نابل، المنستير والكرم إلى جانب مناطق أخرى، خاصة وأن هذه الدورة استقطبت أكثر من 9000 زائر. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. دمتم في أمان الله.